أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. اجتمع يوم 30 من مارس الفارت بمدينة جنيف السويسرية الفريق المعني بالاختفاء القسري لمناقشة نظامه الداخلي وطرق عمله. وقام الفريق بالمصادقة على نظامه الداخلي وخاصة الآليات التي يستعملها للتصدي لهذا الانتهاك لحقوق الإنسان. وعلى هامش هذا الاجتماع تم التحاور مع العديد من ممثلي المجتمع المدني من منظمات غير حكومية وممثلي بعض الدول. وتم التذكير بأن الفريق قادر على تلقي الشكاوي الفردية والقيام بزيارات ميدانية للتثبت من عدم وجود حالات اختفاء قسري في بعض الدول. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في افتتاح أعمال هذه الدورة أن المفوضية السامية تساند عمل هذا الفريق، خاصة فيما يهم توقيع الدول على معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وللعلم فإن عددا كبيرا من الملفات المعروضة أمام هذا الفريق تتأتى من العالم العربي، خاصة من سوريا في الوقت الحاضر. وقامت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان برفع أكثر من 100 مذكرة لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري، تهم أشخاصا اختفوا في دول عربية مثل ليبيا، مصر والجزائر. في شأن آخر، وللعودة إلى قضية السيد عبد الهادي خواجة الذي سبق لنا أن أشرنا إليها، فإن منظمة العفو الدولي عبرت عن عميق قلقها عن وضعية هذا النشط الحقوقي المضري بعانة عام منذ أكثر من 50 يوما، والذي عرفت حالته الصحية تدهورا ملحوظ، وهو يواجه الآن خطر الوفاة. وللتذكير، فقد تم القبض عليه في أفريل الفارط بصفته أحد قادة احتجاجات سنة الفارط، كما عانى من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز حسب ما ورد عن عائلته. وقضي في حقه بالسجن المؤبد إثر محاكمته محاكمة عسكرية تتنافى والمعايير الدولية. ويظل عبد الهادي خواجة في السجن رغم وعود السلطات البحرينية بإطلاق سراح كل سجناء الرأي. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن خواجة سجين رأي محتجز لسبب وحيد، هو ممارسة حقه في حرية التعبير. وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراحه، وطالبت السلطات البحرينية بالالتزام بوعودها. على صعيد آخر، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها في 2 أبريل 2022 الحكم الصادر في حق عدد من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن لمدة 3 سنوات. وكان النشطاء قد رددوا هتافات ضد النائب العام المصري قبل أن تقوم قوات الأمن باحتجازهم، ووجهت لهم عديد من التهم مثل احتلال مبنى القضاء العالي وتعطيل وسب موظفين واستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء. واستنكرت شبكة هذا الحكم الذي يتنافى وأبسط معايير المحاكمات العادلة ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي اختتام نشرتنا، نود أن نذكر كما عهدنا بأن الدكتور مراد هنا يبقى معتقلا في يومه 79، وذلك في انتظار النظر في طلب ترحيله إلى الجزائر، والذي سيتم في 4 أبريل القادم. بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.